لا طبعا انا يعني لا اقر هذا العمل، وبعتبره تخلي عن القانون وتخلي عن الدولي. ما في اي منطق، واصلا المجتمع الدولي والمؤسسات الدوليه تحديدا المعنيه بموضوع النازحين لا تعترف بغير الدولي بكيفيه اعادتهم وطريقه اعادتهم. ما في خلاف انه اي نازح سوري يريد العوده طوعيا الى سوريا، هذا امر بتسهله الدوله، والامن العام عم بيقوم بعمل ممتاز من هذا النوع ومستمر فيه. امبارح قريت انه في مجموعه راحت لسوريا، وفي مجموعه قبل عن طريق الامن العام، وكاتب الامن العام موجوده، والعلاقه الامنيه والتنسيق بين اللواء ابراهيم وبين الحكومه السوريه موجود، وبالتالي ما في حاجه لهذه المكاتب ولا لهذه المؤسسة المفتعلة الآن. مع العلم أنه ما في أي خلاف حول ضرورة عودة النازحين طوعيا، بس برجع بأكد أنه هذا القرار هو جزء من تفريغ الدولة، مزيد من تفريغ الدولة من مضمونها ومن دورها. هذا دور الدولة اللبنانية، وهي تقوم به عبر الجهاز اللي بينسق من سنوات طويلة مع النظام السوري اللي هو الامن العام، واللي منه مقصر بواجبه. هذا استعراض ما له فعلا مبرر، وبالتاكيد منه بناء على الاطلاق.